مرحبا، أهلا وسهلا فيكم للجزء الرابع من هاي السلسلة عن الأنزيمات من كتاب بيتر راينهارت هول جرين بريدز. تكملة لموضوع الأنزيمات، عم بيحكي هلأ هو عن تحكم بالأنزيمات، كيف نتحكم بالأنزيمات اللي هي جزيئات بروتين مسؤولة عن تفكيك النشويات والبروتينات بالدقيق وبتعزز من التخمر وبتحسن الطعم. عم بيقول هون عندما علمت لأول مرة عن دور الإنزيمات في عملية صنع الخبز، تساءلت عن مدى البعد الذي ممكن دفع هذا التأثير، تأثير الإنزيمات يعني. كم من السكريات نستطيع أن نفكك من النشاء؟ ولما لا ينحل جزيء النشاء بالكامل إلى سكريات مختلفة وينهار؟ الجواب هو أننا نتحكم بالنشاط الإنزيمي باستخدام الحموضة والتي تبطئ الإنزيمات، الملح والذي أيضا يبطئها، والتبريد في بعض الأحيان لإبطاء كل من النشاط الخمائري والإنزيمي بعجائن مثل البيغا مثلا، المخمرة بالخمير الفوري والخمير الطبيعي الجامد. هدول عادة أي عجين بنعمله بيتخمر بحرارة الغرفة لأكثر من 6 إلى 8 ساعات بيبدأ النشاط الإنزيمي فيه بنسبة عالية، فبالتالي أحيانا بنضطر خصوصا بالصيف أنه نبرده. مشان هيك هلا اليوم مثلا انا عملت خبز بنفس الطريقه تاعت بيتر راينهارت وفشل، لانه كان بنفس الاسلوب نفس الطريقه عملته من قبل، بس هالمره كان الجو كتير دافئ عندي بالبيت فصار نشاط انزيمي كتير عالي، فالخبز زبط وطلع وصار كويس، بس طلع فيه صار اوفر بروفت، يعني صار فيه تخمر زائد بشكل كتير سريع، وصار فيه مثل فراغات بالنص، يعني فراغ كبير بالنص جوا اللب. فبالتالي احيانا نلجأ للتبريد اذا كان الجو كتير دافئ، لانه الانزيمات بتصير نشاطها يعني صعب التحكم فيه. اوكي، فبالتالي عندنا الحموضه نتحكم فيها، الحموضه اللي هي بتجي من الخمير الطبيعي او من البيغا الحامضه لفتره طويله، او من الملح. طبعا الملح لازم يضاف، ل يعني اذا بدنا نعمل عجينه فيها خميره وعجينه ثانيه لازم يكون فيها ملح، حتى لما نجمعه مرة تانية مثل الطريقة اللي عم بيقول عنها بيتر راينهارت ما تتفكك العجينة تماما. أوكي، أنا حطيت طبعا ملح بعجينتي، بس كان بسبب الدفء الجو صار في الإنزيمات الموجودة بالخميرة خربت الموضوع كله. أوكي، طبعا والتبريد ممكن لازم نستخدم ثلاثة سوا أحيانا كتير، خاصة بالصيف، التبريد والحموضة والملح. أنا بعرف هذا الشيء يمكن يكون يعني معلومات مثل ما يسموه overwhelming أو يعني معلومة فوق يعني قدرتنا، إذا كنا خاصة مبتدئين كنا بموضوع الخبز، أو أنت كنت مبتدئ أو أنت كنت مبتدئة بصنع الخبز، ممكن يكون هذه المعلومات لإلك أو لإلك شوي معقدة وكذا، بس مع شوي شوي مع القراءة ومع يعني السمع والإنصات لهيدي أو قراءة الكتب بالأحرى وسمع الفيديوهات أو مشاهدة الفيديوهات تاعتي رح تفهموا شوي شوي ليش نحن ضروري نفهم هيدي الأمور، خاصة الإنزيمات، لأنه ما بنعمل بس عجينة وبنتركها تتخمر لفترة طويلة بنقول خلص رح تعطينا نكهة كويسة، لا، أحيانا الجو دافئ، لا لازم يكون في تحكم بحرارة العجينة، لازم تستخدم مي باردة بالصيف، لازم مثلا يكون العجينة اللي بدنا نحطها نظيفة تكون حمضت أو الخميرة الطبيعية تكون حمضت بشكل كافي لتتحكم بالإنزيمات اللي رح نضيفها للعجينة، يعني عملنا أوتوليز مثلا، مثل ما بتعرفوا دائما بالعجينة الخميرة الطبيعية بنعمل أوتوليز، الأوتوليز بنضيف عليه خميرة طبيعية، إذا كانت الأوتوليز كان بجو دافئ وكان في نسبة إنزيمات عالية ضروري يكون الخميرة تكون حامضة وماتشور، يعني مثل ما بسموها ناضجة، إذا ما نضجت بشكل كافي رح يصير في إنزيمات كثير عالية ورح تسيح العجينة. والملح طبعا اكيد ضروري يكون تواجده ب طبعا مش بالاوتوليز، بطريقه هذا الكتاب اللي هي مثل ما بسموها العجينه المخمره والنقيع. اوكي، هذا الكتاب كثير حلو، خاصه اللي بده يعملوا الخبز بالقمح الكامل 100% او بالحبوب الكامل، يعني كونه جودر ملح، عفوا جودر قمح، شوفان، طبعا شوفان لازم يخلط بدقيق القمح وما الى هنالك يعني، بس البيس تبعه طبعا بده يكون دقيق القمح بالنسبه لانه نسبه او الحنطه يعني لانه فيهم جلوتين. بكمل بهالكتاب بيقول ان من احد اكثر فوائد التحكم بالانزيمات تشويقا هو خلق نكهات معقده كومبلكس فليفرز خفيفه ومتباينه. اوكي، كما ذكرت من قبل فالنكهه ليست مجرد حلاوه،
هي مجموعة من النكهات التي تتناغم مع المذاق كالملوحة والمرارة والحموضة والنكهة الغنية كالأمامي اللي بيسموها الأمامي اللي بيعرفوا بالمطبخ الآسيوي بيعرفوا شو هو الأمامي والحلاوة طبعا وغيرها من النكهات التي يتحسسها الفم بمناطق تذوقه والتي تضيف عمقا للطعم لا يتذوقه اللسان وحسب، مش بس اللسان، يعني في بعض النكهات بسموها olfactory يعني موجودة بمناطق معينة من الفم بيتذوقها الفم بيقدر يعني يتحسسها أكثر مجرد اللسان. أوكي. بكمل بيقول إن بعض نكهات الخبز هي نتيجة مباشرة لمكونات محددة كالملح والسكر والحليب والزبدة والزيت والعسل وأنواع الدقيق المختلفة، طبعاً بتعطي كل وحدة دقيق كمان بي 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 بيعطي يعني نكهات محددة، لكن النشاط الإنزيمي يفتح الباب لعالم جديد تماماً بادئاً سلسلة من النشاطات التي تسمح لنكهات أخرى لتبرز، نكهات ليست متواجدة في المكونات الأساسية يعني الموجودة بالدقيق والمي، مكونات جديدة. أمثلة على ذلك هي الحمضيات citrusy flavor، نكهة الزبدة buttery، ونكهة الخل vinegary، بعض أنواع الفينجري يعني مش خل كتير قوي، هذا بيكون عيب بالتخمير، ونكهات نكهة بعض من tones يعني بعض من درجات نكهة الخل لبعض الأحماض. طبعا هذا يعني خاتم اللي أنا ملخص يعني لأنه كتاب غني وفي كتير تفاصيل، بس ملخص عن موضوع الإنزيمات ودورها الأساسي والمحوري بصناعة الخبز خاصة الخبز الريفي أو الخبز الاحترافي بالتخمر الطويل أو بالتخمر المؤجل مثل هذا الكتاب ما بيروج لإله. أوكي، فإن شاء الله تكونوا استفدتوا. هذا الفيديو طبعا موجود على الانستغرام، موجود على اليوتيوب، اذا عندكم اي اسئله او شيء منه واضح اسالوني، اكتبوا بتعليقات انا راح اجاوب عليها بسرعه الممكن اذا الله رد. شكرا كثير لمتابعتكم، وبشوفكم بفيديوهات ثانيه يعني مواضيع اخرى من هالكتاب وغيره اذا الله رد. مع السلامه.